من العوامل التي تستطيع السيدة تعديلها والتغلب عليها نمط الحياة، ويقصد بنمط الحياة النشاط البدني، إجراء نشاط بدني تقريبا نصف ساعة 5 مرات في الأسبوع. هذا كافي للتقليل من مخاطر كثيرة مثل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأيضا أمراض أخرى وتشمل سرطان الثدي. تجنب الأكل المليء والمشبع بالدهون. الأكل الصحي ضروري جدا. الألياف الخضروات يجب أن تكون دائما تشمل الأكل الصحي، والابتعاد عن السمنة، لأن الدراسات أظهرت أن السمنة سبب رئيسي لسرطان الثدي خصوصا بعد انقطاع الدورة الشهرية. كما أن السمنة أيضا أو السيدات البدينات عادة يستجيبون للعلاج الهرموني أيضا بشكل أقل من نظرائهم النساء غير البدينات.